السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، غبت عليكم ظروف صحيه. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم هذا الفيديو، هذا مناقيه سهله للمبتدئات بجوج الوان، كتجي غزاله وتطلع بالزربه. ان شاء الله غادي نخدموها مع بعضياتنا. كنتمنى انكم تفرجوا عفوا في الفيديو من الاول حتى الاخر، ودعموا القناة باللايك اللي عجبكم الفيديو، والاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس الى اول مرة كتدخلوا للقناة. مرحبا بكم معنا ان شاء الله. كيما كتشوفوا غادي نبداو، بسم الله توكلنا على الله. من بعد ما نعبر هنايا 8 سنتيم او 4 ديال الصباع، غادي ناخد الحرير ديالي اللي هو مبروم، وناخد البرا وندخل من السرنيفة بحال هكا، وغندير بناء الغرزه 4 ديال العقدات او الغرزات اللي غنعمل. كنت خدمت معاكم، تبعوا معايا غير بشويه، نحاول كيما ديما نخدم شويه باش تفهموا الطريقه. بناء الغرزه بحال ما هكا، غادي ندير 4 ديال الغرزات، على ما تشكل نرجع تاني هنا. من بعد غنجي الجهه الاخرى وغادي ندير، يكون نفس العبار، وغادي ندير غرزه باش كنثبت هاد الخدمه هادي، ونجي هنا واحد ثلاثه اربعه، كما 4 ديال الغرزات عندي، وغادي نرجع فيهم دابا. اما غادي نرجع فيهم هنايا، بهذا الشكل هكا، نجي جهة هنايا، عندي هنايا واحدة جوج ثلاثة ربعة، كنخلي هادي وكنقز في اللي حداها، كنخلي واحد الخويط هنايا بحال هاد الشكل، وكنخدم هادو عاديين، يعني كنخدمهم عادي. كنجي هنا الراس، شوف نرجع فيهم، ديما كيبقاو عندي 4 ديال الغرزات، ها هما جوج. ودابا هاد الخويط هذا اللي درت هنا غادي ندير فيه جوج عقدات، او وحده ها جوج على هذا الشكل، وكنضرب في التوب. غادي نمشي نخدم عادي، ثوب ونرجع. نمشي تاني، هكا نروح في التوب ونرجع، على اساس تبعوا معايا الحرير في كيكون، يعني ملي كنكون راجعة كيكون جهة اليدي اليمنى هكا على هذا الشكل. دابا غادي نضرب في الثوب هنا، غادي نقص ثاني هنايا هادي، وغنضرب في هادي هكا، نخلي خويط، غادي نقص ثاني هادي ونضرب في هادي اللي حداها هكا، خويط اخر في الثوب، غادي نهز هذا نعوض فيه جوج، وحده
جوج، وغادي نهز هذا حتى هو غادي نعوض فيه جوج باش يوليو عندي ربعة ديال العقدات اللي كانوا عندي. ودابا غادي نخدم عادي. حاولت نقرب لكم الكاميرا باش يبان لكم مزيان الطريقة ديال الخدمة. بحال هكا بحال هكا نضرب في الثوب، غادي نرجع فيهم عادي. ثاني كنمشي ونرجع ونعاود نمشي فيها ونرجع، عادة كنخدم وحدة اخرى. غادي نرجع غادي نرجع ثاني هكا فيها، ديما نحسبوا الغراز باش ما تزيدوش. دابا عندي هنايا هنا هادي غنخليها وغادي ننقص اللي حداها بحال هكا، وغادي نخلي ثاني هادي وننقص هنايا بحال هذا الشكل. نرجع فيهم ثاني نعوضهم هذوك الخيوطه، كل خيط كنعوض فيه جوج. الاولى الثاني وهذا الثاني حتى هو غادي نعوض فيه جوجات، هذا الواحد ها جوج نضرب في الثوب، وثاني غادي نمشي ونرجع ونمشي ونرجع جوج ديال المرات. سهل الحرير ندخله في الثوب ونعوضه بوحده اخرى. غادي ناخذ نفس الطريقه نبقى غدا نقص هادي ونضرب هنا ونخلي هاد الثانيه هاد العقده هادي ونضرب لي حداها بحال هاد الشكل. كنخلي خويط ونرجع ثوب، راه ساهله وكتطلع دغيا هكا. نعوض هنا جوج والجهه الاخرى جوج ونمشي ونرجع فيها. هكا دابا غادي نجي ونمشي ثاني ونرجع. من بعد ما خدمت واحد المسافه كناخذ الحرير هنا على حسب اللي غادي تخدمي به الكرونه او اللون اللي غادي تمشي معاه الخدمه اللي خدمتي. كنبرمو على 4 ديال الشعرات وكنثبتو هنا. المهم انا ثبتو اما كيما كتشوفوا ثبتو هنا في الثوب او تبتو هنا في الثوب وكنبدا نخدم به باش كنعمر هاد العيون هادو اللي حطيت. المهم كندخلو من الاولى وكنجي هنا لهادي اللي هنا وكنعاود نرجع في نفس البلاصه هي بحال هكا. يعني ما غتحتاجي لا مرمه لا والو، ساهل. حاول
نتمنى تكون واضحه لكم. المهم كما قلت كندخل من هذه وكنعاود نرجعو من هنايا بحال ما هاد الشكل هكا هكا، كنجي ثاني لهنا وكنديرو هكا بحال ما هكا باش كندير هاد العمارة اللي عندي هنايا. نفس الطريقة نجي هنا بحال ما هكا كيما شفتو، ندور الحرير هنايا ونعاود ندخلو من نفس البلاصة هادي ونجي هنا باش كيكون مقاد هاك الشكل ديالها. تعاود نكملو الهبطة كاملة وعاودو نديرو هاد الزواقة هادي ساهلة. نجيو هنا هادي مع هادي كيما كتشوف كتكون قادة معاها، ندير من هنايا ونعاود نرجع في هاد البلاصة هادي وندير بحال ما هكا. نجي تاني هنا باش نبدا الاخرى الجهة التانية كنديرو ديريكت كندخلو عندها يعني بحال هكا وكتبقى غادا الخدمة مقادة. عاودنا نرجعو من هنا بحال ما هكا، نشد الحرير ديالي هاك باش ما يتخبلش ليا ونعاود ندخلو من هاد العين هادي بحال ما هاد الشكل هنايا بحال ما هكا. كنزيرو منخليش مرخي باش يبقى مثبت ونجيبو من هاد البلاصة هنا. نتمنى يكون جاتكم سهلة والطريقة واضحة. هادي هكا ونرجعو من هادي اللي هنا اللي حداها على الشكل. نتمنى تكون عجبتكم واستفدتوا من الدرس ديال اليوم ان شاء الله، وما تنسونيش من لايك والاشتراك في القناة الى اول مرة كتزوروا القناة وضغط الجرس باش يوصلكم اي جديد كينزل في القناة. وشكرا لكم على الدعم ديالكم والى فيديو اخر والسلام عليكم.